مخصوص علشان كنت عامل فيديو قبل كده بقول ان الجو مش ساقع هنا والحاجات دي. انا عايز ابدي اسف الشديد واعتذر لكندا. الجو مش ساقع، الجو تلج، فريزنج زي ما شايفين بره. الثلج عامل ازاي فظيع. هو طبعا لسه بعيد، بس الجو بقاله اسبوع تقريبا -6 -7 -9. فالدنيا ساقعة جدا. انا اسف يا كندا ومش هكررها تاني.